الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق كمال إبراهيم، مدير إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة المنوفية. النهاردة إحنا في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول في أرض المعارض. النهاردة إن شاء الله إحنا اشتركت جامعة المنوفية بعدد 500 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة، كليات الطبية فقط. النهاردة كان معانا كلية الطب، كلية طب الأسنان وكلية التمريض. اشتركنا بعدد حوالي 200 طالب وطالبة. إن شاء الله بإذن الله هنعاود فعاليات اليوم الثاني غدا إن شاء الله بكليات الطب البشري وكلية العلوم الطبية. النهاردة اشتركنا في المعرض تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسيدة الأستاذة الدكتورة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وكان إشراف عام على المؤتمر الدكتور محمد شاهين والتنفيذ الإشراف الفني لإدارة إعداد القادة. إن شاء الله هنعاود اللقاء غدا. المؤتمر مؤتمر كبير جدا وضخم زي ما حضرتكم هتشوفوا الصور اللي موجودة. المعرض أو المؤتمر عبارة عن جزء للمعارض، معرض بيعرض فيه كافة الأجهزة الطبية. تاني حاجة المعرض بيضم كذا قاعة، القاعات ديت موجودة فيها المؤتمرات، طلبة راحت المؤتمرات بتاخد نظام المؤتمرات، وفي طلبة تانية بتاخد بالها من المعارض وبتتفرج على الأجهزة الطبية اللي موجودة في المعرض. المعرض مستوى راقي جدا، بيضم حوالي 44 مشارك. المعرض كبير جدا، في أجهزة طبية اللي موجودة في المعرض. المعرض مستوى راقي جدا، بيضم حوالي 44 مشارك. المعرض كبير جدا، في أجهزة طبية على كافة المستويات وعلى كافة الأنشطة. كل الناس بتتفرج على المعرض، المعرض زحمة جدا على فكرة. المعرض موجود من يوم 5 ليوم 7، كان امبارح كان الافتتاح، واحنا اشتركت جامعة المنوفية في فعاليات اليوم الثاني، وان شاء الله هتفتتح غدا الفعاليات اليوم الثالث باذن الله.